الآن على أطراف مخيم جباليا من المنطقة الجنوبية لمخيم جباليا. طبعا الأليات تتواجد في المنطقة الخلفية لنادي خدمات جباليا، وكذلك في منطقة القصصي ومنطقة الفلوجي. كانت هناك عدة استهدافات لعدد من المواطنين، وصل إلى بعض النقاط الطبية 6 من الشهداء في نقطة طبية متواجدة في منطقة جباليا البلد. كذلك تم تحويل 3 إصابات خطيرة إلى منطقة إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وحالتها ميؤوس منها حسب ما ذكر لنا الأطباء. الآن الدبابات والآليات تتواجد خلف عيادة الأطفال في وسط مخيم جباليا. طبعا الآليات متواجدة في خلف عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. العيادة هذه تحتوي حاليا على عدد كبير من النازحين، كذلك يوجد نازحون في صالة بغداد. في هذه الصالة توجد في هذا المبنى وهي صالة بغداد عدد كبير من النازحين، كذلك في مقر السانيتيشن يوجد نازحين، وكذلك في نادي خدمات جباليا يوجد أيضا عدد من النازحين. كذلك تكون الآليات في خلف هذا العدد الكبير من النازحين، لا نعلم، لا يستطيع هؤلاء النازحين الخروج أو التحرك باتجاه مناطق أكثر أمانا. نسمع الآن أصوات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاحتلال. الإصابات التي خرجت قبل قليل كانت نتيجة طيارة انتحارية سقطت داخل مركز السانيتيشن الذي يضم عدد من النازحين، وهناك إصابات حسب ما تم إبلاغنا من ضباط الإسعاف، ولم نتمكن من الشهداء لا سمح الله. إذا هي عملية استهداف ممنهجة ضد النازحين، عملية ترحيل قصري، ولكن لا وجود ممرات آمنة لخروج هؤلاء النازحين. أصوات الاشتباكات التي تسمع الآن وأطلاق النار والانفجارات هي نتيجة لعملية تغطية يقوم بها جيش الاحتلال لسحب بعض الآليات والتي تم تدميرها. كما شاهدنا في هذا المكان كان هناك تدمير لعدد من الآليات في المنطقة القصصيب وفي المنطقة الخلفية خلف مركز السانيتيشن. طبعا حتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من ساعتين. طبعا سنضطر لمغادرة المكان، الاشتباكات تشتد والأمور تزداد خطر، لذلك سنحاول الابتعاد قدر الإمكان إلى منطقة أكثر أمانا.